أحسن الله إليكم. تقول: هل عندما يدخل الأب وابنه الجنة يكون الأب مع الابن بالدرجة نفسها، ولو أن الأب مثلا أقل منه الأعمال الصالحة أو العكس، وعلى ذلك يكون من رحمة الله بهما؟ ورد في القرآن قوله تعالى: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم. فإذا كان الأب أعلى مرتبة من الولد فإن الله جل وعلا يتفضل على الوالد ويكرمه بأن يلحق به ولده في المرتبة تقرى به عينه. نعم. وإن كان العكس؟ العكس لا أعلم، ما أدري. أحسن الله إليكم.